كل حزب منكم جاي يؤدي مراسيم سنوية. أنتم مزقتوا البلاد لأجل تعمير بلاد أخرى. نحن مع الإمام حتى آخر قطرة دم. الإمام إذا يقول حرب حرب. مزقتوا شعب لأجل إصلاح شعب آخر. إن كل الأزمات السياسية اللي مرت على العراق بما فيها الاغتيالات وقمع ثورة تشرين وكل التفجيرات كانت تحت أيديكم ومن خلالكم وتحت إدارتكم. طق عليهم الله، طق عليهم الله. ولا أبعد حتى تفجير العسكريين لعبة لأجل الاستحواذ على العراق، وأكو هكذا مواثيق ومذكرات وموجودة، وقتل من قتل بسبب هذه الموثقات المتعلقة بهدم القبتين في سامراء المقدسة. يرفعون شعارات هيهات من الذلة وهم ذيول لأجندات خارجية لنظام متهري سكران يدعي تصدير الثورة الإسلامية. كل ما وضع قدمه في دولة شيعية أبادها، أصحرها، أفقرها، قتلها بين تفخيخ وبين جوع وبين تعريض للعالم الغربي بانتهاكها. هاي لبنان تئن، والعراق يئن، وسوريا تئن، والبحرين تئن، واليمن يئن، والحبل على الجرار.